الله يبارك فيك لله وشكرا جزيلا الدور ديالي اول مره كنعمل هذا النوع ديال الادوار وحبيته بزاف عاد وما كيخلينيش نعس بالليل لانه تشطرني بزاف الدور انا كتعرفوني دائما كنعمل الادوار برجوازيه ودائما محلقه ولابسه آه هاد المرة اللي في دار العزازة وتخلوا عليها تخلى عليها ولدها حيث دخلت لي في قلبي ومرضتني مرضني الدور بزاف والحمد لله أنا فرحانة به بزاف هاد الدور آه لا أبدا ولكن حاولت ندخل فيها باش قلت لك أنا راه ضراتني هاد هاد المأساة ديال هاد المرأة أثرت فيا بزاف داك التخلي على داك الولد وداك الشقة آه ديالها وتعابها اللي خرج اللي اللي ضيعتو على داك الولد وما لقتش نتيجة فيه لأنه وصلت تبارك الله المستوى عالي وهي مسكينة والو طيبة الحمام على قد الجهد استطعت تقري ولدو توصلو للدكتورة ديالو ويدير كلينيك ويتخلى عليها هذه ضرتني يعني انا بزاف آه، اللي كنطلب من دراري ومن البنات يحاولوا يحبوا والديهم يحبوا ديك الام اللي كافحات يحب يحبوا داك الاب اللي كافح عليهم ماشي من يوصلوا وصلو واحد المستوى عالي يحشموا يقولوا هذوك راه والديا بحال طيب الحمام بحال وحده كتبيع بزريف في الزنقه بحال وحده متعلمه في الديور بالعكس كي يكون فخور لانه ديك الام تعبات عليه وداك الاب باش يوصل ذاك المستوى انا اللي كنطلب من وليداتنا وحفيضاتنا <applause> يطلعوا في والديهم يحبوهم يرعاهم ما يخليهمش يضيعوا دوك الوالدين هذه رسالتي الوحيدة للدراري لانه دوك الوالدين راه كافحوا حياتهم كلها مشات لهذاك الولد ولا لديك البنت باش يوصلوهم لواحد المستوى عالي عاود ما نظلموش الزوجات كل شيء ماشي كل شيء كاينين بنات الناس اللي كيفضوا بالعار وكيفضوا وعاود ثاني كاينين حتى الحماوات اللي الله يهديهم يخليو داك الوليد مرتاح مع ديك المراه و... ما كان انا ما كنعممش ما كان انا الزوجات إيه كاينين الزوجات اللي كتدير تتخ... تدخل... تقول لي اختار ما بين امك وانا راه لا يستحيل لأنه انه داك الوجه اللي كتقول ليه انا ما نجلساش عندي واخا تكون ما عطاش دايره ليا لان امك هي كل شيء هي راس المال هي حياتك هي كل شيء لانه كيف درتي انت ولادك غدا يديروا لك هكاك امك هي كل شيء هي راس المال هي حياتك هي كل شيء لانه كيف درتي انت ولادك غدا يديروا لك الحمد لله والشكر ليه الحمد لله والشكر ليه ربي يحني في عروسه غزاله الحمد لله هزاني وبر بيا ومحترماني واحد الدرجه ما كتصورش نسابي حتى هما رجال بناتي الله يعمر الدار الحمد لله والشكر هدي, هدي من التربيه التربيه ديال الوليدات الحمد لله وصلوا واحد المستوى عالي في قرايتهم وتزوجوا وخدموا الحمد لله والشكر لي لولي الله يخلي ليه بنياتو وبنتي الاخرى حتى هي تبارك الله وحيده عندي في البنك دي ماروك وحيده عندي في السفر الامريكيه اللهم لك الحمد الحمد لله ولي الله يرحم السي العماري برحمه الله عاونني بزاف في التربيه ديال الدراري والوالدين وكانت عندي واحد الاخت واحد الحجه زبيده كنت الى سفرت الجوله كتعرفي الجوله ديال المسرح كنجلسوا فيها شهرين شهر ونص كانت مسكينه كتجي من مراكش وتجلس قابلهم ليا وفي العطل كنهزهم ونزلهم ليها هي اللي كانت عاوناتني في تربيتهم هي امهم الثانيه هذيك الحاجه زبيده الحمد لله لقيت الوالدين دايرين بيا وفي جنبي عاونوني ومسرح مسرح العشق العشق الروح العمر الحب لانو تربيت فيه صغيره ودرت فيه شبابي ودرت فيه الوقت اللي كبرت حقيقه وقفت ولكن وقفه باش نشوف نفسي لانو راه ستين عام ماشي سهله كان كان ما يجمعهاش الواحد يراكوك يقول انا خدمت ستين سنه انا كنقولها كنفتخر بها ما كنخبيهاش 60 عام وانا في المسرح عشقي الاول حبي الاول رغم انني كنعمل التلفزيون سينما قليله ولكن المسرح كيبقى هو المسرح عندي بلا مسرح انا بحال شي حوته بلا ما <applause> <applause> لا الحمد لله راه غاديين غاديين تبارك الله وكاين طاقات كبيره ماشي نقول راه الجيل تبارك الله غادي وقاري تبارك الله وكان الموهب غزاله لا في التلفزيون ولا في المسرح ولا انا شفت هذه واحد الاسبوع مسرحيه فيها فيها مريم الزعيمي وفيها سعديه لاديب فيها بزاف وفيها الكاديمي وفيها عرفتي راه الحماق هذاك دك داك اللي شفت زعما <applause> يعني دابا هاد الناس هاد الوليدات جداد دابا حنا كنتعلمو منهم هما كياخدو ليكسبيريونس ديالنا ولكن هادشي اللي دابا جديد حنا ولينا كنتعلمو من هاد الشباب كنشوفو حوايج جداد كنشوفو مسرح جديد ماشي مسرح ديالنا اللي كان حنا تنقولو المسرح الكلاسيكي ديالنا تبارك الله هاد الجيل غادي صلى على الله يصوب لهم والله يوفقهم والله يعطيهم داكشي اللي بغاو في خاطرهم اش غنقول لك الجم يمكن كان كو كانوا الناس كيحطوا في الحاله المدنيه لو كان كل الواليد باقي نحط الجم في الحاله المدنيه عندي لانه اخ ديالي وصديق وحميم ما نقول لكش ما نقول لكش بيناتنا واحد العشره طويله وبيناتنا واحد الحب كبير انا وياه الحمد لله والصديقات ديالي كلهم كنبغيهم وكنعزهم و... وكنحترمهم لان دوزت معاهم فوق ال سنه معاهم في الفرقه اي <applause> كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء والسعاد خي سي عبد اللطيف الشراوي كلهم بنوبر يعني كانوا بزاف الله يرحم السي عزيز موهوب تا هو, هو خلى عندنا واحد الفراغ كبير موت عندي لأن كانت خرجت واحد دعاية هذه واحد العامين عليا بأنه أنا مريضة طريحة الفراش لا الحمد لله والشكر لي عمري ما كنت طريحة الفراش ومني ما مرتش وهاد الوقفة اللي وقفت من صراحة على راسي باش, ن... باش نعود ن... كيف كيقول كي لها نعود نحيي نعاود نشوف راسي ونزن اشنو كنسوا واشنو كندير لانه الانسان ضروري كيخصو واحد الوقفه ما يبقاش غادي 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 ومع عرفش راسو فين غادي الحمد لله ما عندي حتى حاجه واللي كنقول للجمهوري ملك العمري لاباس عليها وما عندها حتى شي حاجه الحمد لله بصحيحتي وبعقلي اللهم لك الحمد لله الشكر الحمد لله وشكرا لكم لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال ليلة مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد